بالتالي يؤذي الأطفال بهاي الصورة، وهذا التعنيف اللي إحنا شاهدناه وجاي نشاهده في المستقبل. هذا كله اليوم وزارة الداخلية ووزارة العدل جاي تعمل، وحتى الباحثين الاجتماعي وحتى حقوق الإنسان والصحة العالمية جاي تعمل على تقليل هاي الظواهر بالمجتمع. نعم. من خلال اتخاذ إجراءات واقعية على أرض الواقع، منها اليوم اللي لاحظناه اليوم الإرشاد. اليوم المجتمع العراقي قلة الإرشاد اللي لاحظه في كل المحافظات العراقية، الإرشاد اليوم قليل، يعني ما جاي نلاحظ الإرشاد بالصورة اللي تخدم المواطن. حتى الابتعاد من الظواهر السلبية، المخدرات، آفة الفقر اليوم المنتشرة عندنا بالمجتمع العراقي اللي إلها تأثيرات سلبية، كل الاختناقات اللي تحصل هي السبب الرئيسي هي الفقر. اللي لاحظ اليوم الأب يعنف أطفاله وبالتالي يظهرهم بهاي الطريقة، أو الأم تعنف أطفالها، وبالتالي كل هذه الأسباب هي أسباب الفقر، المخدرات، انعدام الإرشاد بالصورة المتكاملة من المجتمع العراقي. وبالتالي اليوم احنا نحتاج أن تكون بوادر حقيقية من وزارة الداخلية ومن الشرطة المجتمعية ومن حقوق الإنسان، حتى نتمكن من قضاء على هذه اليوم اللي يهدد الأطفال ويجعل اليوم الطفل، حتى اليوم نلاحظ الطفل عندما يتعنف، وهذه الصورة يعني يتعنف من الأب أو الأم، بالتالي راح يتولد عنده الاكتئاب، راح يتألب عنده صورة بشعة في داخله يرسمها مستقبلا. يعني يوم الطفل حتى لو كان معزول ينعزل عن المجتمع العراقي، يعيش الوحدة، يعيش الحالة النفسية، يعيش يكون عنده حالة تعقد في داخله، يكون هذا الطفل خطير على المجتمع مستقبلا. كل هذه الأمور اللي جاي تصير، وإحنا اليوم حذرنا طبعا مرارا وتكرارا بعدم اليوم، يا اليوم لاحظنا اليوم حتى في الصورة العامة حذرنا ودعينا كل الناس اللي متحملين المسؤولية بأن يتم الإرشاد والوعي إلى المجتمع العراقي. الأطفال يجب أن يكونوا هم بناء المستقبل، يكونوا بصورة صحيحة، لا بالتعنيف، لا بالتعذيب، لا بالطرق التي هي تؤثر عليهم مستقبلا، ويجعل الطفل هذا طفل يهدده، يهدد مستقبله، يجعل هذا الطفل خطر على المجتمع من خلال التعنيف. يعني هذا اليوم انت من تعنف لك طفل وهو عمره ما بالغ، بالتالي راح يولد نزعة داخلية خطرة في داخل هذا الطفل. حتى احنا بحثنا عن جوانب المجرمين اللي جاي يصيرون بصورة بشعة في المجتمع. نعم. لاحظنا أغلبيتهم أما يكون معنف، كان هو طفل معنف حتى وصل لهاي الدرجة، يعاني عدم الثقة بالنفس، الوحدة، الاكتئاب، إلى كل الصور اللي لاحظت هذا الإنسان يتحول إلى وحش. كل هذه الصور اللي خلتها بهاي الصورة هي أولا عدم تربيته بالصورة الصحيحة، عدم جعله معطى حقيقي بأن يجعل هذا الطفل هو بناء المستقبل من خلال التوعية، الإرشاد، من خلال اليوم جعل مفهوم بناء الطفل مفهوم عن طريق أن يكون هناك النصيحة، تقديم النصيحة إليه، أرشاده بالصورة. أما اللجوء إلى الضرب، التعنيف، كل هذه الطرق هي تولد اليوم هذه الآفة الخطيرة اللي راح تأثر مستقبلا وراح تولد عندنا أجيال خطرة على المجتمع. نعم. خل ينظر إلها الآباء، يعني اليوم الآباء هم يتحملون المسؤولية. اليوم 1041 دعوة ضد تعنيف الأطفال، برأيك العراق إلى أين مقبل يعني خلال السنوات المقبلة؟ أنا أشوف اليوم العراق إذا بقينا بهاي الحالة ما طورنا نفسنا من ناحية الإرشاد، من ناحية التوعية، من ناحية حتى العوائل العراقية. اليوم نلاحظ إحنا في كل الأمور، حتى في وزارة العدل، المحاكم، وقضية الطلاق والمشاكل كلها تأثيرها على الطفل، جانب النفسي للطفل. نعم. إذا بقت هاي الأمور بدون حل، بدون وضع اليوم حتى قضية الإرشاد الصحي، اليوم كل إنسان إذا يعاني من حالة نفسية نسيطر عليه حتى من يبحث، أو تكون هذا تأثير الحالة النفسية بالأغلب تأثر على عائلته، ونلاحظ العائلة اليوم تتعنف، العائلة توصل لمراحل اليوم من التعنيف حتى ما ينزل بها الرحمة للأسف. يجب أن نعالج هاي الظواهر من خلال الإرشاد. اليوم إحنا لازم أن تكون هناك حملة توعية على مستوى السكان، على مستوى المحافظات، حتى نتمكن اليوم من جعل اليوم الطفل بناء للمستقبل بالصورة الصحيحة المتكاملة. اليوم الطفل يحتاج النصيحة، يحتاج التربية الصحيحة، يحتاج المتابعة، أما بالصورة السلمية يحتاج هاي الأمور، أما بصورة التعنيف والضرب لا يولد إلا الخطر على المجتمع. يعني يولد هذا الطفل
يولد بصورة بشعة تولد عنه غير إنسان، يعني يصبح بالمستقبل يأثر على المجتمع، أو كان هناك حالة نفسية داخل الطفل، النزعة الداخلية تنزرع من خلال التعذيب النفسي إليه، الوحدة، عزة عن المجتمع، بالتالي هذا الطفل يكون بصورة غير ملائمة، انعدام الأهلية. اليوم أي إنسان اليوم بالمجتمع العراقي يعذب أطفاله، يعني الأب الأم، بالتالي اليوم يجب أن يكون عقاب. يعني حاسبنا وكررنا من الشرطة المجتمعية نتابع هاي الظواهر بالصورة اللي نلاحظها اليوم منتشرة في كل المحافظات. أي أب اليوم يأثر على أطفاله، لأن هي كل الأسباب، المخدرات، الحروب اللي تأثر داخل الإنسان وتخلي هذا الإنسان عديم الانعدام عند الأهلية. هو مشاكل يعني شخص اجتماعية مو سلمي ما يقدر يعامل أطفاله بالصورة اللي تخدم المجتمع. نعم. نلاحظ الأب اليوم يضرب أطفاله وكأنما الأطفال ذولا مو إنسان جاي يعامل إنسان، كأنما إنسان يعامل حيوان، وهذه الصورة إحنا ما نقبلها. اليوم الحيوان الاحترام، وإذا الإنسان أنت ما تخلي الاحترام، شلون راح أنت تولد طفل يربي طفل إنسان محترم بالمجتمع يخدم المجتمع؟ فهاي كلها اليوم وزارة الداخلية والشرطة المجتمعية وحتى اليوم حقوق الإنسان، اليوم إحنا على عاتقنا أخذنا صورة مسؤولية أنه نحاسب أي شخص يعنف الأطفال كائن من يكون.